طيب أستاذة فريدة، بعد ما شفنا مكتسبات المرأة المصرية في العرض المعلوماتي ده، يمكن كنت بتكلم مع حضرتك كنائبة برلمانية. نعم. إزاي حضرتك شفتي الفارق في تمثيل المرأة في البرلمان منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي مقلد الحكم؟ لا، أنا في كل حاجة، مش بس في البرلمان. البرلمان كان يعني في بداية القرن الواحد وعشرين، أفتكر كان في أقصى مرة وصلوا ليها كان 17 أو 18 نائبة. يعني اللي أنا عايزة أقوله إنه الفكرة مش بس بالعدد، يعني مش بس إن النهاردة 167 أو 168 امرأة في البرلمان، مش دي القضية. القضية هو احترام المرأة والإنصات لرأيها والثقة في قدرتها على كل اللي بتقوم بيه. الأول ما كانش فيه ثقة، المرأة كانت في وضع أدنى من الرجل بشكل كبير جدا جدا جدا. لما جاء الرئيس عبد الفتاح السيسي يعني ادى للمرأة، رد لها اعتبارها ليه؟ أعتقد أنا، هو ما قاليش يعني بس أعتقد إن هو أكتر حد في البداية شعر بدورها في 30 يونيو. يعني زي ما دايما بقولك، دايما بنقول سوا يعني إنه المرأة المصرية هي اللي ربت الجيل اللي طلع يحمي مصر. فإذا هي اللي زرعت الوطنية والقيم وحب الوطن. بعد ما في ناس كانوا بيقولوا لنا إن الوطن ده أي كلام يعني، قالوا كلام كتير الواحد مش عايز يعيده لأنه بتجنن لما أفتكر كلامهم. فإحنا والمرأة عورة، المرأة تلبس كذا، المرأة تعمل كذا، المرأة تخرج بتاع، ما تخرجش هنا وتمشي، مش معقول. وبعدين على فكرة من كتر ما تكلموا صبوا كل كلامهم وكل ندواتهم وكل دعواتهم وكل اللي انت عايزاه فقط على المرأة. يعني أنا دايماً بقول ولا أمل من تكرار إن ما شفتش مرة شيخ في دول، في الدعاة دول يعني اللي هم الموضة دول، طلع وقال اشتغلوا. ربنا قال وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. ما فيش حد قال كده خالص. ما فيش حد يكلمنا على إهدار المية في كل حتة ونفضل نغسل بيها عربيات في الشارع مش عارف بكام، إن ربنا قال واجعلنا من الماء كل شيء حي. يعني شوفي حرية التفكير، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. يعني في حاجات كتير جدا 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 بعدوها عن المرأة، فبقت المرأة فقط وعاء جنسي. احنا دلوقتي بنشوف المرأة بتحصل على طبعاً مكتسبات كتير. عايزة اتكلم مع حضرتك في الوزيرات، احنا شايفين 8 وزيرات لاول مره في حكومه الدكتور مصطفى مدبولي، وفي الحقيقه كل الوزارات اللي بتشغلها الوزيرات واكيد الوزراء بيعملوا على قدم وساق، لكن تمثيل المراه 25% نسبه وزيرات، احنا بنتكلم على 31% نسبه نائبات محافظين. بالظبط. حضرتك شايفه ده كان ليه انعكاس بشكل او باخر على مصر ازاي؟ ليه؟ إنه هو بيصحي أو بيفرج أو بيكسر سلاسل نصف المجتمع، لأن المرأة هي نصف المجتمع زي ما أنت قلتي في الأول، هي الأم وهي الأخت وهي الإبنة وهي الشريكة. يعني كل ده اتلغى، ما بقاش فيه موجود، يعني بقت المرأة شيء كده. وده اللي خلى بقى فيه تحرش على فكرة، لأن جننوا الشباب. إنما لما الشاب يعرف إن المرأة دي أمه أو أخته أو بنته أو بتختلف خالص يعني. وبعدين المرأة لما الرئيس رد لها اعتبارها، هي أيضا ردت له الإحساس بالجميلة وبالمكانة اللي رجعت لها تاني. يعني أنا زي ما أنت عارفة طبعا إن أنا عشت في الستينات. إحنا أول مرة كان عندنا وزيرة الدكتورة حكمة أبو زيد الله يرحمها، يعني كنا طايرين من الفرحة. النهاردة أنت عندك 8 وزيرات. صحيح إحنا بقينا 100 مليون بعد ما كنا 30، بس يعني برضو الإحساس بأنه المرأة تاخد المكانة المناسبة لكفاءتها وقدرتها على العطاء وذكائها يعني كده. أنت عندك النهاردة الوزيرات اللي عندنا يعني ما شاء الله،
ما شاء الله يعني. عندك انت مستشارة الأمن القومي بتاع الرئيس وزيرة، يعني كانت وزيرة وهي امرأة وعظيمة. يعني محدش يقدر يقول حاجة تانية يعني.